طيب، فأنا في أول الحلقة بقى يا سيدي كنت بكلمك على حاجات كتير جدا حصلت في مصر من 2014 وحتى هذه اللحظة. تحب تسميها مشروعات قومية، تحب تسميها إنجازات، تحب تسميها النقلة النوعية أو النقلة الحقيقية، تحب تسميها الجمهورية الجديدة، زي ما أنت عايز. بس بقى تعمدت أن أنا ما أكلمكش عن أكبر مشروع ومبادرة تنموية واجتماعية عارفها العالم، اسمها حياة كريمة. حياة كريمة اللي تغير من حياة تقريبا 60 مليون بني آدم، يعني تقريبا 58% من عموم الشعب المصري. حياة كريمة بقى أطلقوا أول مبادرة لدعم الصحة النفسية للفئات الأكثر احتياجا، وعنوانها اتكلم هنسمعك. أول مبادرة مؤسسية لدعم الصحة النفسية. المبادرة بتهتم بقى بإيه؟ بحاجات كتير اقولها لك انا. لا طبعا لازم نروح فورا لندى خضر. ازيك يا ندى؟ اولا عامله ايه؟ منورانا ندى، مدير قطاع المبادرات والتنميه في حياه كريمه، ودي تاني مره نتقابل خلال تقريبا سنه، صح كده؟ صح يا فندم. حياه كريمه مش مجرد مبادره علشان هنبني بيوت او حتى هنوصل الميه والصرف والكهرباء والتليفون وانترنت فائق السرعه ونعمل مستوصفات ومستشفيات ومراكز طبيه ومدارس وإن كانت ده حاجات كتير جدا يعني. أنا بقى اللي عجبني مسألة الصحة النفسية، الفكرة جت إمتى وإزاي وليه؟ إحنا يا فندم أطلقنا مؤخرا ل 15 أغسطس تحديدا. لا أنا بالحماس اللي دخلت بيه ده بقى عايز صوتك عالي وعايزك متحمسة. طبعا في 15 أغسطس الماضي أطلقنا مبادرة اتكلم هنسمعك لدعم الصحة النفسية، بنهتم بيها بالعديد من الفئات على رأسها طبعا الأطفال، النشء، الشباب، ذوي الهمم، المرأة طبعا المعيلة. بنحاول فيها ان احنا نوفر الدعم النفسي من خلال سبل متعددة. اشتغلنا فيها ان احنا نبدأ الاول بحملات التوعية عن فكرة المرض النفسي، نوعي الفئات الاكثر احتياجا داخل القوافل التنموية اللي احنا بننزلها ايه اعراض المرض النفسي، ازاي ممكن يكون عند طفلك او عند ابنك او عند زوجك او انت نفسك بتعاني منه وانت ما تعرفيش. ابتدى الموضوع في الاول يلاقي شويه لا مش هسمع، انا جاي عشان خاطر مثلا اخد خدمه. وابتدى بعد كده نلاحظ ان الناس بتيجي تسال طب هو انا هروح فين؟ كان في فلان بيتكلم عن مبادره للدعم النفسي، او انتوا قلتوا لو انت ابنك بيعاني من مشكله كذا تعالي احنا موجودين، مكانه فين؟ وابتدينا واحدة واحدة الأعداد بتزيد، وفي آخر قافلة، وكان ده بالنسبة لنا في البداية بتاعتنا ما كناش متوقعينه، إن احنا يجيلنا 145 حالة أطفال وسيدات، سيدة بتشتكي من عنف أسري أسري، طفل أم بتشتكي إن طفلها عنده شوية فرط حركة أو مش بيتكلم مع حد من زمايله وهي حتى ما عندهاش وعي إيه ده أو إيه المشكلة اللي هي ممكن تقابلها. ابتدينا ان احنا نوفر داخل المحافظات المستهدفه لمشروع قومي حياه كريمه فرق بتنزل معانا من خلال القوافل التنمويه اللي بننزل بيها انت الحياه واللي انا كنت قعدت مع حضرتك وليا الشرف فيها قبل كده. بنقدر من خلالها في المبادره دي ان احنا نعمل التوعيه زي ما شرحت لحضرتك، ومن خلال الفرق دي يبتدوا ان هم يوفروا زي سيشنز مع الفئات المستهدفه ويتكلموا معاهم يشوفوا مشكلتهم ايه، ونبتدي نعمل زي فلتريشن، الجزء بنحوله للمتخصصين من المراكز الطبيه داخل كافه المحافظات المستهدفه، والجزء الثاني بنوفر له الدعم اذا كان نقدر ان احنا من خلال تواجدنا على مدار 6 أيام داخل المحافظات نوفر له الدعم اللازم، او ان احنا حالته يعني بتبقى محتاجه اكتر عنايه طبيه متخصصه فنبتدي نعمل التحويل للحالات دي. فكانت الياتنا مختلفه ومتعدده، بس كنا في البداية مصيرين ان احنا نشتغل على فكرة التوعية اولا بالمرض النفسي، ونحاول نلمس الاثر او مدى قبول الفئات المستهدفة او المواطنين للكلام في الجزئية دي، وخصوصا احنا بنتكلم داخل الكرة. وقفي عند دي بقى عشان دي اكتر حاجة كانت بالنسبة لي شغل دماغي. لما بتيجي تروح لطبقات اقل احتياجا، مش بقولك الاكتر احتياجا، طبقات المتوسطة والمتوسطة العليا والجماعة الأغنياء والأغنياء جدا أو خالص اللي عندهم العربيات اللي تخوف دي، وتيجي تقول له الدعم النفسي والمرض النفسي، أول حاجة يا عم أنا مش مجنون، واحنا هنا بنتكلم على ناس اتعلمت كويس وعاشت كويس وراحت نوادي وسافرت بره وعملت اللي،
واول ما تقول له كده يقول لك انا مش مجنون، تقول له يا عم هو المرض النفسي زيه زي اي مرض، وليه علاج وليه ادويه وليه جلسات وليه حاجه، لا 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 لا، ويبدا ياخد الموضوع على صدره جدا جدا كانه فما بالك باهالينا اللي هم اكثر احتياجا مننا، وقد يكون في منهم جزء لم ينل قسطا من التعليم اصلا او قسط بسيط من التعليم. اتعاملتوا مع الموضوع ده ازاي؟ حاولت طبعا زي ما شرحت لحضرتك الموضوع قوبل في البدايه ب يا اما حد ما سمعش يا اما حد هاجم يا اما حد قال لا انتوا جايين بايه، احنا محتاجين خدمات تانية. واحنا الحمد لله في القوافل اللي بننزل فيها بنبقى نازلين بمجموعه كبيره من الخدمات، سواء خدمات طبيه سواء خدمات تعليميه سواء خدمات توعويه سواء خدمات تمكين للمراه اقتصاديا، دراسه الحالات الانسانيه بشكل موسع بالتعاون مع العديد من الجهات سواء وزارة الصحة وزارة الشباب والرياضة وزارة الثقافة، وانضم لنا مؤخرا عدد كبير من منظمات المجتمع المدني وعلى رأسهم صناع الحياة ومصر الخير للتدخل في حل مشكلة الغرم سواء توعويا أو حل مشاكل الغارمين على الأرض. فكان الدخول الجزء بتاع التوعية النفسية كنا متوقعين ان هو هيقابل في البدايه ب يعني مش عدم استحسان في البدايه، ولكن الحمد لله اول ما نزلنا في الجيزه قريه بنشت وبعدها نزلنا في كفر الشيخ ابتدت الحالات في قافله بعد قافله تزيد، وان شاء الله باذن الله متوقعين في خطتنا الفتره اللي جايه ان هي تزيد بشكل اكبر مع نهج اللي احنا ماشيين بيه من خلال القوافل التوعويه واللي من خلالها بنعرف الناس فكرة المرض النفسي أعراضه سواء بقى للسيدة نفسها أو سواء لطفلها أو جوزها. وطبعا جزء مهم جدا برضو بنشتغل عليه مكافحة الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان، التوعية برضو بأضرار الإدمان الأعراض بتاعة الإدمان، لأن في سيدات كتير جدا من رقيق الحال أو حتى الأبهات اللي شقيانين ما بيبقاش عارف الأعراض دي على ابنه أو على حد من ذويه، مش فاهم ده ممكن يكون شكله ايه. ده حتى الاسر اللي هي زي ما حضرتك كنت بتقول اللي حالتها كويسه نفسها كانت تفاجئ بحاجات ما بياخدش باله بالظبط. طب هنا هفكر معاكي في انه هل من موقع زي ما بيقول لك كده المعايشه التجربه لقيتي انه اي تداعيات نفسيه يعني بتختلف من مكان لمكان، الدلتا غير الصعيد غير الشمال خالص على سواحل البحر، هل قدرتوا تعملوا حاجة زي أقرب إلى حصرة أو وضع خريطة أو عرفتوا إيه المسببات؟ حسب آخر فحص أو حسب إحصاء شامل عملته وزارة الصحة إن أكثر الأمراض انتشارا هي الاكتئاب والقلق انتشارا في الفترة الأخيرة، اكتئاب وقلق والاكتئاب والقلق طبعا ده بسبب جائحة كورونا واللي حصل تداعياتها وتداعيات الأزمة الاقتصادية والظروف الاقتصادية العصيبة اللي قاولنا الأخيرة. لكن دايما كنا حضرتك عارف ان النطاق بتاع المشروع القومي حياه كريمه هو القرى، فدايما كانت حاجات بتقابلنا ثابته، الجزء بتاع العنف الاسري والجزء بتاع عدم المساواه بين الرجل والمراه. فكانت من اكتر المشاكل اللي بتقابلنا في الجزئيه دي، وان احنا كنا حريصين ان يبقى معانا داخل القوافل المتخصصين على علم بكافيه التعامل مع الجزئيه دي، وخاصه كمان يا فندم الجزء الخاص بالارشاد الاسري، ان يبقى عندنا متخصصين داخل القافله يقدروا يتعاملوا مع السيدات اللي جايه تشتكي من العنف او الرجال اللي جايين مثلا يعاني من مشكله معينه او عدم معرفته لطريقه التعامل مع ابنه. بس بصراحه اكثر استجابه للمبادره كان طبعا من السيدات، وده الحمد لله يعني دايما اكثر ايجابيه مننا بكتير بصراحه، يعني الواحد ياسف لذلك بس دي الحقيقه يعني. ده مقبلات كده وبعدين عندهم دايما روح المبادره كده والثبات. احنا قاعدين على الكنب لا لا ازاي. استاذنك يا ندى بعد اذنك هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نتكلم مره تانية مع ضيفتي العزيزه ندى خضر رئيس قطاع المبادرات والتنميه في حياه كريمه، وعايز افهم شويه على مساله الاليات، وعايز افهم شويه على مساله في النوع ده من المبادرات تحديدا اللي هي متعلقه بينا بسلوكياتنا بعاداتنا بموروثنا الاجتماعي، بنتعامل ازاي المتطوعين والمتطوعات والمتخصصين اللي بينزلوا بتعاملوا ازاي جوه المجتمع. فاصل ونكمل الكلام. خمسه بصوا انا من الناس اللي لو امنت بحاجه انا هفوت في الحديد،
يعني هعملها يعني هعمل. فانا من الناس اللي بعتبر نفسي انا في نفسي كده، انا سفير فوق العاده، الحياه كريمه، انا مؤمن بده جدا. لا ده انا اللي اتشرف والله وعلي. هم بيقولوا لي ثلاثه، فاحنا هنخليهم خمس دقائق. ندى هتقول لي فيهم احنا بنعمل ايه، لان احنا اتكلمنا في الفاصل حتى في جزء قلت لك على الدراما بتلعب دور مهم، قلت لي الاجيال الجديده اكثر تقبلا واقبالا، سواء اذا كان على المشاركه او في عرض المشكله. وده اللي فعلا لمسناه من خلال برنامج قيمه بالتعاون مع الاكاديميه الوطنيه للتدريب في لتدريب طلاب الجامعات. ولما جينا كنا بنعمل معاهم ورش عمل عن حياه كريمه وعن المحاور اللي بتعمل عليها المشروع قيمه حياه كريمه، كان اهتمامهم بالغ جدا بالمحور الخاص ببناء الانسان وخصوصا الجزء التوعوي. ومن ضمن المشاركات بتاعتهم كان في شباب عرض مبادرات للدعم النفسي. قدرنا نلمس خلال حوارنا مع الشباب ده قد ايه هم مهتمين بالجزئيه دي وقد ايه هم متقبلين لفكره المرض النفسي. وده بصراحه يعني اثار سعاده جوايا ان الاجيال الجديده ابتدت تفهم فكره المرض النفسي وتتقبله. يمكن على الاجيال اللي فاتت كان ممكن الجزء ده بالنسبه لناس كتير جدا لا ازاي انكار، لا ده مش حقيقي. لكن الاجيال الموجوده دلوقتي ابتدت تتكلم على فكره اللايف كوتشنج، فكره الدكتور النفسي، فكره ان انا اروح لحد يساعدني، اتكلم مع حد اثق فيه كبدايه منهم لقبول فكره المرض او المرض النفسي انه حاجه مش عيب او مش حاجه غلط، زيه زي المرض العضوي تماما، مفيش اي اختلاف. ومع عوده واعاده تفعيل الرائدات الريفيات اظن ده خدمكم كتير. جدا جدا الرائدات الريفيات بتساعد جدا في ان هي المدخل بتاعنا للمراه، المدخل بتاعنا للاسره بشكل عام، لان هي بالنسبه لهم كادر موثوق فيه وتم تدريبه وتاهيله بالظبط. فهي من خلالها بيقدروا، من خلال رائدات الريفيات بيثقوا فينا وبيسمحوا لنا ان احنا نتكلم معاهم، بيساعدونا كتير جدا في عمليه الـ الورش التوعويه عن فكره المرض النفسي، بيساعدونا كتير جدا في استقبال الحالات نفسها والارشاد ليها، وسواء بقى بشكل مباشر او من خلال ان هم يبعتوا لنا على سواء على مواقع التواصل الاجتماعي او من خلال قنوات التواصل معاهم الحالات اللي محتاجه الى مساعدات عاجله، واللي من خلال التعاون مع العديد من المراكز الطبيه المتخصصه داخل المحافظات بيتم تحويلهم ليها على حسب خطوره كل حاله على حده. ال- 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 الامهات تحديدا بداوا من وجهه نظرك ومن اللي لمستيه يستوعبوا مساله ان انا اقدر اجي واتكلم على حاله ابني جدا، ولا لسه بيكسفوا او خايفين؟ لا ده اللي لمسناه، خايف ان ابو الواد لحسن يطين عيشتها الحمد لله. لا ده زي ما شرحت لحضرتك في القوافل التوعويه، اما ابتدينا بالكلام والحديث بشكل عام ابتدوا واحده واحده يجوا ورا بعض. طب انا ابني عنده كذا، طب انا ابني بيتحرك كتير، طب انا ابني ما بيتكلمش مع زمايله، عنده مشكله. وابتدوا ان هم يتقبلوا فكره ان احنا نحولهم لمراكز متخصصه على حسب خطوره الحاله. طب اروح لمين؟ مين يقدر يساعدني؟ طب تقدروا توجهوني للمكان؟ طب قريب من بيتي اقدر اروحه؟ طب لو مش قريب هتساعدوني ان انا اوصل؟ فلا لقينا استجابه كبيره جدا من السيدات، ودي حاجه اسعدتنا. وان شاء الله متفائلين ان احنا في المحافظات اللي جايه اللي احنا هننزل فيها نلاقي اقبال اكبر وعدد اكبر، وان شاء الله باذن الله نحاول ان احنا يعني نوسع النطاق بتاع الحملات الدعم النفسي، ان هي ما تبقاش مجرد من خلال القوافل التوعويه اللي بننزل بيها على مستوى المحافظات، وان هي تكون كمان اونلاين عشان نقدر ان احنا نوصل لعدد وشرائح اكبر من الفئات المستهدفه. القوافل دي بتصوروها ندى يعني بتعملوا زي تقارير مصوره وحاجات زي كده ولا لا؟ طبعا يا فندم. طب انا عايز اطلب منك طلب تحت امرك. النبي يا شيخ ان شاء الله ان شاء الله نزلتكم الجايه اي حاجه تصوروها ابعتوا لنا، احنا بنبقى عاوزين نقف مع حياه كريمه قدر الاستطاعه، وبالتالي بما اننا تلفزيون فانا عايز اعرض صوره بقى. فنفسي ارجوك ابعتوا لنا اول باول، احنا هتلاقينا سعدة فرحانين كل ما تبعتوا لنا كتير، احنا ما بنصدعش بنحمد ربنا. ألف شكر لحضرتك. أرجوكي ساعدونا إن إحنا نساعدكم، حلوة الجملة، ساعدونا إن إحنا نساعدكم. شكرا جدا ليك يا ندى، نورتينا وشرفتينا، وكل الشكر بالمناسبة لكل الفريق بتاع حياة كريمة. أنتوا بتقوموا بعمل مهم وعظيم وخرافي، مفترض إنه مفيش حد ممكن يجادل فيه. ألف شكر ليك.